كيفك بجهنم لبنان؟ برأيي توصيف حقيقي للوضع. بعتقد نحن بجهنم من سنوات، منا هلأ عم نروح فرصة. اليوم نحن عندنا فرصة، هي المبادرة الفرنسية. سعد الحريري معتبره في سم الوزراء، لا يحق لسعد الحريري أن يأتي ويقول لرئيس الجمهورية وقع فقط، قتلوا ابني قدام بيتي. بالتالي سعد الحريري أحدهم؟ حاولوا طبعا، طبعا أحدهم، أي أكيد أحدهم. لو ما أحدهم ما كان بعد قوة مؤللة تقتلني، هو وكل اللي سكتوا عنه. شو اللي بيتدخل بالقضاء؟ نعم. مش فساد؟ اللي بيتدخل مع الأمن مش فساد؟ اللي بيتدخل بالإدارة مش فساد؟ فيها ظلم للدروز. نعم. وزير واحد، ولكن هذا تنازل بتاريخي يعتبر بلحظة معينة عن حق مكتسب للطائفة الدرزية بأنه ب 18 يكون لون واحد. إنه الواحد اللي عم يجيب علبة الدواء ب 50,000 ليرة، فيك تقولي له صارت ب 500؟ ما فيك، كيف؟ ومعيشه 700,000. طيب ال 40 مليار بالكهرباء وين راحوا؟ جزء منهم الناس بتسرق كهرباء، جزء آخر مافيا الفيول، جزء آخر الوزراء المتعاقبين اللي كانوا يقبضوا رشوة. قوانين معمولة بلبنان تضمن السرية المصرفية وتضمن عدم التدخل بمصرف لبنان. بعرف أنا في قوانين منعت هذا التدقيق، وأنا قلت له للرئيس رأيي، قلت له اللي راح يطلعوا معك بالتدقيق الجنائي ما فيك تحسبه. ليش ما فيك تحسبه؟ ما في، لأنه أقوى منه. الأمريكان عندهم موقف سياسي بيّن بالعقوبات على جبران، منا مسألة مخبية يعني. حتى هلق هلق عم يقولوا عندهم دفعة. إذا شملت هذه الدفعة الخمسة اللي ببالي بالك منهم، راح أطلع أنا بس شوفيني أيدت البيان الأمريكي بتعرفي أنه أول خمسة ورد، وراح أطلع أقول أنا مع قرار الإدارة الأمريكية. برأيك الوزير بيصير راح يتأقلم أيضا ولا الضربة قاضية عليه؟ إذا عنده مصاري بأمريكا عمره ما يرجع.